اعتقد كل لعيبه المغرب ووليد الرجراجي يعني نجوم دلوقتي، وخصوصا ياسين بونو اللي خد مان اوف ذا ماتش او رجل المباراه النهارده، وعمل انجاز تاريخي لنفسه ايضا بالتصدي لثلاث ضربات جزاء. نعم نعم، انا والله العظيم لما وصلنا الضربات التصفيحيه انا كنت حاسس ان احنا نتصل، لان احنا ما عليناش ضغط كبير، يعني حتى كنا نخسينا من هذا الدور اخيرا فالجمهور سيكون راضي على الاداء المغربي. ولكن الحمد لله يعني حتى ضربات الجزاء كان هم اللاعبين اصبر عليهم ضغط، يعني كان ضغط كبير على اللاعبين اصبر، وحنا العكس، اللاعبين المغاربه داروا بكل اريحيه وسددوا ضربات الجزاء يعني بكل بساطه. صحيح. هل وكيبقى تالق الحارس بونو، الحارس بونو اللي كان سنتين الماضيتين كيكون افضل حارس في الدوري الاسباني، هذا شيء بالنسبه لي عادي جدا، لانه هذه السنوات الاخيره كلها عرفت تالق كبير البونو اللي مرتين يفوز بجائزه زامورا اللي احسس افضل حارس في الدوري الاسباني. صحيح صحيح، وعلى فكره هو كمان معروف عنه تالقه في صد ضربات الجزاء. نعم نعم، لقد سبق له ان سد لرونالدو ولميسي، يعني عنده شيء طبيعي هذا، عندما تلعب مع هذه النجوم الكبار يكون عندك كتكون تركيز عالي، وشيء عادي بالنسبه للحارس كي يلعب ويمارس في دوري اسباني كالدوري الاسباني. كابتن رضوان، بعد فوز البرتغال بنتيجه 6-1 على المنتخب السويسري، نتيجه ثقيله جدا، كيف ترى مباراه البرتغال خاصه في ظل النقص العددي للمدافعين في اللقاء القادم، وفي ظل ايضا الاجهاد البدني اللي تعرض ليه المنتخب المغربي باللعب 120 دقيقه عكس المنتخب البرتغالي اللي النهارده لعب مباراه سهله؟ هو الحمد لله يعني هذه المباراه التي خدها وليد ريكناي كنا ننتظر هذا السيناريو، يعني ترك الكره للمنتخب الاسباني. صحيح. يعني هم ملوك الاستحواذ، يعني ولكن بدون فاعليه، يعني صحيح لهم كره ولكن بدون فاعليه، هذا سيناريو جيد، مباراه تكتيكيه من اعلى مستوى. لاحظتي في جميع المباريات وليد، يعني كل مباراه على حده يتعامل مع كل منتخب التكتيك ديالو، الحمد لله هذا اطار وطني كيمثلنا كاطر وطنيه وكاطر عربيه وكاطار افريقي اللي تعطاته الثقه ووفرت له الظروف، فهو الان اتصل على عده مدربين كبار في اوروبا. لذلك فانا تنظن ان شاء الله اذا كانوا سلسوا محور الدفاع الى استطعنا غير نسترجعوا واحد من ياسر اكرم نقدروا نقدموا مفاجاه اخرى، لما لا؟ لما لا؟ احنا عرب كذلك نحلم، لان المنتخب المغربي عنده نجوم عالميه، نجوم كتلعب في الدوريات الخمس الكبرى، لما لا؟ هو عنده على فكره لعيبه كبار كمان، اشرف داري ممكن نجم الوداد وبريست الفرنسي دلوقتي، وبدر بنون حتى كمان رغم يعني اخفاقه في ضربه الجزاء لكن لاعب كبير.